ولكن هذا برنامج طموح. انا متفق معكم هذا برنامج طموح، ولكن الا كان البرنامج درنا غير النص ديالو راه الامور غادي تتغير. وحنا في عماين في وزارة الشباب والرياضة هما الرياضيين هنا وعيطوا الحاج نودير وسولوه في عماين، ما تنحشموش على الحصيلة ديالنا. الحصيلة اللي فتحنا ثلاث الملاعب الكبرى كانت مشدودة، حصيلة اللي درنا 137 ملعب رياضي للقرب، ملي ما تنشوف تنسرى في المغرب تنشوف دراري تيلعبوا تجيني البكية، لأن عماين 137 كأس العالم للأندية ملي وصلت الرجاء النهاية جاتني البكية. وتا واحد كان ما تيتيح لا صحافة، كأس إفريقيا قلنا غادي نمشيو نجيبوه جبناه من لومومباشي، وكان نصر كبير على عدد من الدول الأخرى اللي كانوا بغاوها بحال جنوب إفريقيا. ما عمرنا ما ربحنا مع جنوب إفريقيا، ربحنا في لومومباشي.